بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة الوقت قاعد يعود توخر شوي، يقر لا نشوف هي كان نسلم عليكم الليلة. على العموم اختيار نسلم عليكم كاملين ونرحب بكم، وشاكر لك الإخوة كاملين والأخوات اللي يسولوا عن أحوالنا وعن هذا الغيبة اللي عطينا ما طلعناها لكم. وتبارك الله صحة جيدة الحمد لله. يقر احنا لاكي الناس كاملة لا يتم حد يجي فترة من الزمن يعود يراجع فيها شي من الأمور، والله يعود عنده هو أموره هو الشخصية اللي تجعله على انه يبتعد شوي عن هذا المجال. وبما ان جينا صار موريتان نختار نسلموا عليه الموريتاني كاملين ونسلم عليه الأصدقاء الصفحة. وللأسف خالقين أمور خلقت الأسابيع الماضية كنا نختاروا نتكلموا فيهم، يقال الظروف ما سمحت بذلك. يقال كامل مسجلينه ولاهي نرجعوا له كامل إن شاء الله، نعلقوا عليه كامل بحسب ذاك اللي ظاهر لنا. يقال الله اللي قاع عن اليوم اشبه مد تركز حتى على الامور اللي هي مهمه واللي باتت شبه واضحه للناس كامله. وهذا قلت لكم عده مرات اني والله ماني من الناس اللي يتعقد، والله على انه يكسح، والله على انه يتندم انه دعم هذا الرئيس. يغير مولي والله ما لا يلوحني دعمي في الرئيس عن نعود الراي في الشعب الموريتاني يعاني انواع المعاناه ونتم مولي ساكت عليه ديك الروايه ما يعدلها. وبالتالي ما قد خلقت روايه ولا قد خلق شيء سوى شنو ماني عالم به ومسجلون دور نتكلم عليه نقطه نقطه، هذا يعود واضح لناس كامله. اليوم موريتان عندها المشاكل اللي باتت واضحه. المواطن الموريتاني اليوم حسب اللي فتنا جبرنا من الناس واللي فتنا شفنا من الناس اللي ما عندنا بها علاقه واللي فتنا جبرنا وتكلمنا معاها وسولناها، الناس اليوم ما كانت قادره تحصل على باش تتغدى، والله باش تتعشى، وحلينين نسمعوا الاذاعه، والله نخرصوا التلفزه، والله نخرصوا مجلس الوزراء، والله نخرصوا بعض من الوسائل اللي تابعه للدوله، نشكوا علينا في دوله ما هي موريتان. يا غنين نجوا للواقع ونوقف على الواقع، ذا هما الموريتانيين عايشين نوع من المجاعة اللي أنا متأكد عنه 100% ولا داخلني الشك عنه. أضعف دولة في العالم اللي هي الصومال، اللي أضعف وأفقر دولة في العالم وفيها الحروب اللي له 50 سنة، أحسن عيشتهم هما من عيشتنا احنا اللي قاعدين في بلدنا ونسمعوا في التلفزة المليارات يوميا، الصناديق بالمليارات، المشاريع بالمليارات. يا غير هذا كامل وهمي، يا كامل وهمي. هذا ياك نعود واضحين وياك نعود امورنا واضحه ولا نخزو بالشعب الموريتاني. هذا اللي يخلق ارك للاسف وحنا متاسفين عليه. يا غير مولي ما معناها علينا الا قلنا هذا بعلنا والله اللي ما زلنا مأملين ياسر وما زلنا نقول لا شيء. غير بعد هذا اللي شفناه راك حالا الحقيقه ما هو شيء تحد سكت عليه. اول شيء انا بديت لكم به اللي قال قطاع الصحه، انا ماني نطول حتى هذا باقي فيا، وهو اول جايبني من امريكا ويقول كنتوا ماكم مهمين عندي ولا مهم عندي البلد ولا مهم عندي المواطنين وذا اللي عايشين فيه من الويل والخزو والظلم والمحسوبيه. نعود ما جيتكم هي اللي انا افصل انا في راسي وافصل فيا ذا اللي متعلق بيا. انا لا كيفتكم انتم وقاد قبيني اعطاني مولانا البلد انت من عايش فيه نطيح ونوقف وانت يا غاري حر فيا والباقي فيا عني راعي في بلدي
يعدل له هذا وانت مساكت، هذا ما يعدل ولو اللي عندنا جو وراء القضبان والله في السجون والله في غير لا يقولوا ذاك اللي علمني به مولانا. يا جماعه وهذا كنا نختاروه ما يخلق بصيفته ذي، وكنا نختاروه يتغير، وكنا نختاروه يغار يبدو عن الامور ماشيه تزداد سوءا شور لسوء شور لسوء. والغريب عني لي نسمع الاذاعه واذا لا نعيدها ونكررها عن الشك عني في ماليزيا والله علني في ايطاليا والله علني ماني قاعد في موريتان. ما فيه اليوم ما فيه وزير اليوم يتكلم معه بانشاء صندوق بالمليارات، التمويلات انتكلت، الصناديق انتكلت، وهذا واكلين الشملان بيبيلات. وهذا لا ينقولوا يعني ولاني مولي ولاني مثلا فمشي خايف منه، لان يا الله نقول ما الله نقول روايه خارجه عن القانون، لا نقول روايه غير هذا واقع للاسف. والرئيس راعي فيه وساكت، ولا نبدا لكم بالرئيس وزارات الاخرين قاعد يخلوهم الى 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 بعدين. يا قار الليله لا نصب في قاعي في ذريت وزارات للاسف اللي عايشين فيه ما يليق بمجتمع موريتان، ولا يليق بدوله ومنتخب رئيس شرعي ودعمته ومشات مع تعود عايشه في النوع. لا نبدا لكم بالرئيس قالوا قطاع الصحه، شفتوا موريتاني ما فيها قطاع صحه، اللي قال له الصحة ما هو خالي، وانتم تعرفوا كاملين يسوى اللي منكم موالي واللي منكم معارض. اللي قال له قطاع الصحة فاشل، كان قاع فاشل وانزادت ما علمناها، انزادت ما علمناها، وحد مكذب كلامي يتواطى بكرعه ويدخل في الحالات المستعجلة، يدور يوجع قلبه ويطير له السياسة ويطير له ذا كامل ويطير له النظام وتطير له موريتان. والشك عنده ما يقد يخلق في دولة من اليهود تعود المرضى، وهذا اللي مكلمني عنه يقيس الحالات المستعجلة في بالطب، سواء كان مستشفى الصداقة، الأمم الطفولة، الطب الكبير، الطب القلب، الطب أي رواية يمشي يقيسه ويوقف عليه الكذبة. اللي قال له نظام الصحة اللي خالق منه واللي قال الفيافي، هذه عصابة كاردة الوزارة تعدد فيها اللي تبقي تعدد، ولا هي خايفة من حد ولا هي طامعة في رقاش ولا مهم عندها رقاش، وعلى رأس الوزير الحالي. وإذا قلت لكم أيام تعيين الوزير قلت لكم عن من أراد عن الصحة تتقدم والله تنحل فيها مشكلة مع الوزير على أنه واهم. وهذه من أخطاء للقزواني للأسف، من أخطاء للقزواني على أنه يدير الثقة في من لا يستحق الثقة، وهذا ما هو صالح ولا هو يلا. الشعب الموريتاني يلا يعود فوق كامل، والمواطن الفقير البسيط يلا يعود فوق كامل. ذا اللي قالوا قطاع الصحه ذا اللي نعطالهم الفضه وذا اللي نعطالهم المليارات وذا اللي خلق فيه من التلاعب وذا اللي خلق فيه من اكل المال العام وذا اللي خلق فيه من السرقه وذا اللي خلق فيه من الخزو والنسخ، ما قد خلق من انتشاء موريتاني الى حاله. والصحه ما هي خارقه، ما هي خارقه، شو الزامبيلانس ما هم خارقين، ما تقد امبيلانس دقيه من الطب والله قايسه من الروايه، ما هي بامر يعود من حد من الوزاره وتعود بس بذل الاخلاق. فالمواطن البسيط ما يقدر يجبرها، واللي بلا اخلاق ما يقدر يجبرها، واللي ما عنده حد بنفوذه ما يقدر يجبرها، هذا انتم تعرفوه كاملين. الى نجي الحالات المستعجله تجبر 200 مريضه قاعده عندها متشيه واحد وجهد وقته واحد في تليفون، لانه هذا ما مهم عنده، وذي الحياه الناس ما هي مهمه عنده. والاطباء متهالكه وميسخه وشوينه ولا يلوح فيها شيء يسوى شنو اللي يغنيني يغنيكم عنها. ما انا عن الرئيس يا الله يفهم عنني قالوا قطاع الصحه في موريتان ما هو خالي، افشل فتره قطعت فيها اللي قالوا قطاع الصحه هذه الفتره حالا اللي احنا فيها، والسبب واضح هذه واحده. ويا مولي ما تلم اقول المساله الثانيه الذي قالوا الطرق في موريتان، الطرق ما كانت خالقه وكانت متهالكه يا غير بعد اللي كان خارج منها شوي، واللي الشمال ياك نوخو اللي قدروه يعدل هذا الواكشوط اللي فيها اربعة ايام ينسخوا قدروه خلط عليه، هذا راك مكسح وشوين. احنا فينا سفارات العالم وفينا الدبلوماسيين القدروهات اللي في قلب العاصمه واللي الوزير يوخذ عليهم يوميا فيهم الحفر وفيهم وتات المواطنين يدقدقوا، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع وشوين ويفضح. وهذا من حقنا نقولوه والمواطنين يعرفوه. انا اتكلم عن واكشوط مازال قاعد داخل ومازال كامل يا غير كل فتره اللي هو لكم الوزير واخر جاي السيدي بابي، هذا قال له تفيد تفيد، حد ما قد يعدل قعر على قدرون في واكشوط ما هو جاي السيدي بابي، قال هذا ليمسيون هو يدخل من فالله ويستعرض قدام الناس وهو ما هو معدل
شي يسوى هو شنو، لانه قدروه له اخمس عمام بين بوتليميت ولا غالبهم يوفوه. الدول الاخرى توفي بين المشرق والمغرب في شهر واحد، هما لهم اخمس عمال قالوا بمفهوم بوتليميت الى الاك. هذه من جهتي الثانيه ماني قادر صراحه يمهل في كيفه، لان الطريق معي خارقه خارق. لا تقيس روسو مشور روسو كهيدي حتى تقيس كيفه، والله تقوم قايس طار تقيس تجيكجا، انا قاعد ما اساوي شيء اسوي وشنو 100 كيل قالوا معدلون. هذا تعرف انتوما متحامي عليه الوزاره والشرايك، واذا كان قال لا تفيد فيت الاحمر. ثانيا قالوا النقل ما عنده وزير ويحتاج لرقاج يعود هامه هي القرايه، ما هي مهمه. قال لك الوزير قاري القرايه، انت ما معاها الاراده ومعاها المسؤوليه ومعاها الايمان بالوطن ومعاها الخوف من مولانا، ما هي مهمه. انا قد نعود قاري قال ندور لاش نسرقوا، قال الوطن ما مهم عندي، والله لا اصلح قدره. وهذا اللي نقول لكم، الوزير ياخذ عليه يوميا يا غاش قاديلو راكب وتماهيلو للدوله، ولا قلت لا يعدلها ولا قاديلو. يا حياتكم انتم يا غير، احنا اللي مخالق الله، اللي الواحد عنده تيتا شارب 500 متر يقول تب في نقر حفره وتدقدق عليه ويقوم يبكي، هو ما عنده باش معدلها ولا يقدر يمشي تم يطلب لها دميه. ياك عدل وتو يجي حفره اخرى مولي تقول فيها طق في قلب العاصمه. هذا 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 شوين ويفضح، هذه مساله. وحدث ولا حرج، الاناره خاسره واذا كان خاسر وكرفورات خاسرين والفوضى، ولا تشك عنا كاع مالنا في دوله، تشك عن ما هو. هذا يكسح يكسح ويحشم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة اللي قالوا التجارة الأسعار، يا جماعة موريتانيا ما تلاقي حد قاعد يعيش فيها اليوم. هذا لا يقولوا بين اختاروا الرئيس يسمعوا، هذه التقارير للأسف هم اللي هذا الرئيس خارج رواية. كان على الأقل بعد يعدل الرئيس السابق سابقه هو، يلا يتم يعدلها يا أخي. الأطباء مفتحة عدل زيارة خاطفة ما عالم بك رجال يا أخي، جي مثل الثم خرص أنت مسؤول عنه. والله الذي لا اله الا هو، اذا انك توقف بين يدين الله سبحانه وتعالى ولا يبقى كبير ولا ساتر الا ما تركني انا بايت نتعشي. ما تعرف قد عود الليل ماني بايت نتعشي، توليت تسال عني. هذا يلا تعود تعرفه، يلا تعود تسمع اللي نقول لك احنا، هو هو الحقيقه. واذا اللي قال لك تحت كلمات زير اف ما هو خالي. هذا يلا عود واضح لكم كاملين. الاسعار اليوم هي جهد موريتاني 90 منها بالمئه يخلص 100000، لا 100000 فوقيه، 100000 فوقيه اليوم الشاريه. ما عاد قد تصير على راجل موريتاني اليوم ما يقد يعيش فيه ما ولا الصح مر يوكل مال العام. والله تاجر خمس تجار ولا سته اعطاهم مولانا الرزق، والله اعلم جايهم قاع من منين. يقار الناس الاخرى ما عاد قد الاساتذه ما عاد تلاقوا قد يعيشوا، عاد ولا يجنوا. من الطرق اللي عاديين ما عاد تلاقوا قاعدين يعيشوا، انا نحن نجبروا الناس. الشرطة ما كانت قاعدة تعيش، المعلم ما تلقى قاعد يعيش، العامل البسيط ما تلقى قاعد يعيش، ما تلقى قاعد يعيش سرقات، والناس ما كانت قاعدة تعيش. من ساعة اللي يعود كيرس توقف لك وزير تقول لك هذا تابع الدولي، وش تابع للدولي؟ قال قلنا لكم ذيك الساعة قلنا مكينة وعينت هذه المرأة ما تجي على وزارة ما دندنت ما تكركرت. هو حد قلب المياه اللي وفرها مولانا بطون الأرض قلبته وعجز عنها. قلناها لكم مكينه تعين، قلنا لكم اللي قالوا التجاره والاسعار رحموا عليهم ولا فتوا شفتوا شيء؟ والله ما فتوا شفتوا شيء. اذا هنا كيلو سكر دول قاعدين نباع لكم ب 2000 يا اخي، واش قاعدين فيكم؟ هو الى عاد 100000 هو يدور يشروه، وانتم والله لا عشتوا. احنا توقفنا الناس نبكوا دموعا في كرافورات نبكوا، واذا ما نقولوا لكم وقد ما يشد عليكم نبكوا دموعا بين اللي نشوفوا بين حرض اللي نشوفوا. وقاعد ما يخلق البلد غني ملان من الارزاق. يقال المشكله في التسيير، المسيرين ما عندهم ايمان بذي قال الوطن، هم قاع الخوف من الله سبحانه وتعالى. ما فهم حد خايف من الله، حد خايف من مولانا ما يقدر يتخطى فرع من افراع الشرع، ما يقدر مستحيل. قال موريتان لا يقول لكم انا يا موريتان وصمتوا له نختاركم تسمعون. والسبب نقولوا بي اللي انا الرئيس دافعت عنه، دافعت عنه موريتان، ودافعت عنه خارج البلد، ودافعت عنه في الجماية، ودافعت عنه في المعارضة، ودافعت عنه في كل بلاصة. يا قارم مولي ما نقد نعود ندافع عن النظام وهو ماشي ماشي هوك، وانا ندور صدي له هو قابل خط رفيز باز. هذا ما هو يا الله يا قارم. السبب الاسباب يخرج شنو؟ احنا ما بينا ما عندنا المال، احنا عندنا الثروات. موريتانيا اللي انتفق فيها خلال سنتين اقسم بالله العظيم
ما نتفق فيها مع شرع المال اللي قادوا العبد العزيز اللي تقول انتم العشريه السوداء، ما نتفق فيها. يا قال الشيخ القلوب دارتوا الرجاله في الديار، ودارتوا في الذهب، ودارتوا في الشويبات، ودارتوا في التسداب، ودارتوا في البنوك، والشعب الموريتاني الله لا حيقع ولا عاش. يا قال المشكله جايه من منين؟ جايه من السياسيين والمسؤولين، واختيار الرئيس هو حد لا يعود رئيس دوله، ما تلم خلاص خلاق رقاش، ولا تلم خلاص خلاق قبيله، ولا تلم خلاص جهه ولا شريحه. هذه امانه وامنت فيك ولا تسول عنها يوم لاخره، والله ما تحرق. ما سولت عن كل لوقيه خلاص من بنك سنترال، منين صدت ومنين قاست ولين صارت في شنو؟ ايش قال المليارات؟ المليارات اللي خاضي خزانة الدولة، واللي جاوا المساعدات، واللي 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 غير الشعب الموريتاني. نتكلم عن المواطن الضعيف ما استفاد بشي يسوى وشنو. خارج هون شي قالوا المشاريع الوهمية، نعطيكم مثال بسيط. ينقال لك احنا كنا نقولوا ومازلنا نقولوا، ينقال لك عدلنا التأمين، شغالين قالوا تآزر، قالوا تآزر. هذه كذبة حمراء، كذبة حمراء، حق أريد به باطل، ما هي خارقة قاع. تآزر اللي استفاد منها منه ما هو خارج، تآزر اللي عنده من فضة يلين يقسم قاع على الشعب الموريتاني قسيمة عادية، ما تقع أحد عينه شيء. يقال هذا ما هو حق، هذا حق أريد به باطل. ينقال لك تأمين صحي لمئة ألف أسرة، مئة ألف أسرة على الأقل، كل أسرة فيها ست أرواقيش اللي هي 600 ألف رقاش. بالله عليكم قط سوريا خمسة أرواقيش عندهم تأمين صحي. التأمين الصحي مالي موريتاني ما يبلغ. التأمين الصحي معناها تعرفوا شنو موريتان؟ أنا عندي تأمين صحي، لا مرضت، لا ينقص الطب، لا يجي الطبيب يكتب لي أورديناس نمشي نشريه، إني نشريه نعدل السلكوي زقت 20000 ترجع لي 8000. هذا ما ينقالوا تأمين صحي، ينقالوا خداع المواطن، لا هو تأمين صحي. وراني مولي خارج رواية، عاد قاع هون طاري رواية، لا نتكلم يزرق في الحبس، لا نتكلم يزرق في الحبس. احنا اصلا مالنا شيء وفار واقيش. يا غار والله ما انت موريتان تخسر قدامنا وتنتكر قدامنا وانت مو ساكتين. هذا ما يساوي هنا نظام، ولا يساوي هنا رئيس، ولا يساوي هنا حد يسوى هو منه. يا غير حق عندنا مواقف سياسيه ونبقوا يخلق لا ياكل لي وفي صالحهم هما وفي صالح الشعب الموريتاني. يا غير تعود 5% من الشعب الموريتاني تسرق المال العام وعايشه والناس تخرب فيها ظلمه. ذاك ما يعدلوه بلا لا يسولوا عنه كل كلمة، وما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا لا يسولوا عنه ولا لا يقبلوه ولا لا يدهرنا حد في جهنم كافينا مشي ذنوبنا اللي عندنا اللي نعرفهم لا احنا والله اللي خلقنا. معناه ان ما نقدر نجو رافدين ذنوب مادة اخرى ندافعوا عنها، وهي قاع ما هي احنا ننطروها الى وهي تنطر هوك. هذا ما عنده معنى. ابناء موريتانيا ياسرين وطنيين ويبقي يبنوا بلدهم، يا كامل مطحون انتموا النبشوا، النبشوا اي واحد السريري واسرق الخارج وافشل الخارج نقبلوا نعينوه. هذا ما يقدر ما قد مدى تسكت عليه. وموريتانيا فيها ظاهره خطيره جدا، وهذا هو الهليك الامم اللي سابقكم. تعرفوا الامم اللي سابقنا احنا، سابق الرسول قاعد بعد عليه الصلاه والسلام، تعرفوا اللي فيكم شنو؟ والفراقم عن بكره ثيابهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا هو اللي خلى الامم، العياذ بالله، هذا هو اللي هو موريتان. الموريتان تشوف واحد معدل منكر وموبقة كبيرة وخوه راعي فيه ما هو قاعد يسميه، ما هو قاعد يقول له شيء، بيدي خايف من اخلاقه. يا غير اخلاق الله سبحانه، اخلاق الله ما هو خايف منها. ولك عن التسبيح كت 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 قلق، لا الفيافي، هذا ما يصح. بلد ما تقدر تعود 95% من الناس كاتلها الجوع. لين اعطيكم مثال بسيط وهو اللي قيم من يانا. انا ليلة ما كنت معدل البث، انا حاليا وقفتني امرأة تبكي دموعا تخرطهم، تبكي دموعا ما بتعشات، ما دور راسها هي مستعدة تموت، عيالها ما بتعشى. ونعرف انا عنها صادقة، الدموع ماتوا فرصة، الدموع ماتوا فرصة. مع الموريتاني كل شيء صح فيها، يا قرد الطريقة اللي بكات لي وقالت عن عيالها عندها شاسرة ما فاتوا تعشاب ولا عندها باسل ومبورو. هذا خطير في بلد فيه المسلمين وفيه الأئمة وفيه العلماء وفيه القضاة وفيه وزراء وفيه بعض المسلمين العادي يعود فيه النوع، وإحنا عندنا الأموال الطائلة
يسخوشي يتبسم بيه العالم ما عندنا من عند السمك الحديد القاز الخله يسخوشي ما هو عندنا غير هذا ينكحز عليه قالوا قرط ويتكلم واحد منا احنا قال لك عويلي لك زويقل لك كذا لك كذا والخيمه كبيره لما يصلح لك ما في الخيمه كبيره ولا في الخيمه صغيره ان قالوا تفيت فيت وان قالوا الكذب الاحمر موريتان تنتهب قدامنا ولا تينا قابلينها وتنتكر قدامنا ولا تينا قابلينها هذا يعود واضح للناس وهذا لا جزء ونختار نقول لكم نقول للضعفاء نقول للمرضى نقول للزحاحيف نقول له كامل عن الحبال افصل هو براسه منكم تشوفوا فيه هو يا غير كامل خلاه وخلاه وراه وجيت هون يا قلوب معاكم ما يبقى طب ما دخلته ولا تبقى وزاره ما دخلتها ولا يبقى مظلوم ما وقفت معاه ولا يبقى حد ما بلغت صوته هذا مو يعود واضح لكم ولا يبقى حد زحاف ما وخلطوا لكم وباذن الله تعالى ولا يبقى حد عاجز ما وخلطوا لكم ولا تبقى ويله ولا خزوه في وزاره ولا اداره ما وخلتها باذن الله تعالى وراجع ان شاء الله عني وفقني ويوفقكم ان شاء الله وساعدني على اللي لاين عدل ولا تبقى حفره في قدرهم يسوى صار تقولوا عني مجنون ما تبقى حفره في قدرهم هما يعرفوهم باللي هما ما خارق حفره في قدرهم لا صار في تفرغ زينب ولا في عين الطالح ولا في بيكا ولا ما يعرفوا بلدها باللي ما خارق بديه ما ياخذوا منها سواء كانت مظلمه والله ما هي مظلمه ما ياخذوا منها ونختار اللي نقولهم عن الحباله قد يعود يتميز شوي عن الناس الاخرى بروايه وتقول ما يشكره عن الواكشوط ما في حد يحرق يسوى هو منه ما ولا عيني هذا يعد وشوف بين قوسين معناه عن ما في حد يقيس روايه والله يدخل على الروايه ما ولا عيني هذا مو يعد واضح لكم معناه عني اللي نقول يلا يعود واضح للناس اللي موجه لهذا الكلام لا يشك واحد عنه لعاد وزير وخبط عمامه وعدل شنو حركات احنا ما يفوتنا شيء يسوى وشنو هذا اختاروا واضح لكم معنا عن لك الامور اللي ولا باقي مولي حد ولا سار كرقاش ونختار نقول الحزب حزب الحاكم حزب الخراب الحزب اللي هو اللي فسد كامل هو حزيب الشراويط اللي قال له تواصل اللي معدي دارك برادر فرق قدامكم انتم عنهم متضايقين ما هم متضايقين هذا نوع من الخزو ثاني واللعب على عقول الشعب الموريتاني ما فهم دقيقه بين الشعب حزب تواصل قاع ما يلا يتكلم حزب تواصل ما يلا يتكلم به اللي هو رئيسه والله نائب رئيسه مكرود عنده فضيحه جنسيه فيلم مصور كبير ولا فيهم واحد قد يحلف امه هذه وحدها فضيحه فضيحه احنا كانوا يقدوا ناخذ الموقف يقال حد سياسي ورئيس حزب والله منتسب الحزب شخصيه كيف هو ينكر عنده فيلم جنسي ومزارف بلو ومزارف يصور واقف على الرئيس هذا اخ هذا ينقال له قطف فقاريه هذا درك النوع خطير هذا قلت نقول لكم لا يتناهون عن منكر فعلوه هذا ما ينفع وما انه هو راجل وعلى انه كانوا يقدروا ناخذوا عليه بيد احنا كنا يخطا ويقدموا لنا يريد عليه روايه يقر حد في منصب يعرف عنه ما كل شيء خلاصه عاد منصب وحزب تواصل هو اللي ادعى القرب من مولانا هو اللي ادعى الصلاح ومازال متمسك بالشخص هذا مع هذا اللي واحد فيه اللي كذيب والزفيط وما قاع حزب الخراب لو خاب حزب هذا نختار مولي نقولهم اقسم بالذي لا اله الا هو راني ديك الساعه جاوني اشخاص بعض نعود واضح مع الناس في اخبار الحزب وعلى انه كذا اوكي عدلناها قال لي مره قسما وجاي راني لكم ما خالك شي ما نعرفه ما تبقى صغيره ولا كبيره ما وخلت لكم ذاك الحزب هو اللي مدمر كامل للاسف الذراع السياسي للرئيس اللي احنا دعمنا وما زلنا داعمينه وذا اللي نقولوا له لا بنا عزته هو عزت البلد وندوره يسمعوا ويعرف عنه فقعنا ولا ندوره شروصنا ياك يعود الامور واضحه احنا ما ندوره تعيين ولا ندوره شيء يسوى شنو بيلي موريتان قضيته واضحه المنا جاء فكره والله عاد عنده مشروع صغير والله عنده روايه اللي ما يجبر وساطه قاع ما يقد اللي تشتد مع الاخبار واحنا ديك الروايه اخترنا منها ولا ثلاث مهمه عندنا يا قير ما انا لا يخلو دوله تنطحن والشعب الموريتاني ينطحن وهو ما في حد قال يتكلم لعلي نحبس رايك من الحبال يحبسوه ما الحبس ما يخلع
حد لا ينحبس لا على انه يتكلم عن مشاكل، يقال ما هم بعد حد لا يسيء فيكم، يقال حد عاد وزير والله عاد يسير المال العام، عاد ما يبقى حد يقول له شي خاسر، يقدم استقالته ابتداء من الليله لانه الحوادث ما يخلي حد بين الله تعالى ويشرك منه، يكون حد مسلك راسه. احنا ما نظلمه، حد ماشي في الطريق الصحيح، احنا ما راسه على رؤوس الصداع، قال حد هامو يفسد موريتان وهامو يبطش، وذا اللي في الحزيب لا يوخذوه كامل، لكن اللي يخلق فم كامل لا يوخذوه، يعني مو يقعدوا عارفينه، وهذه حرب لا هوادة فيها، عدوان ما هو تهديد، قال هذه حقائق. وتعرفوا عني سابق نمشي، سابق نمشي، وهذا شفتكم يا قنار درتو، قلت لكم على ان الحزب مطري استراتيجيه جديده، الحزب نورمال ما هو اللي راح سياسي، يلا يعود منفتح للناس كامله، ويلا يعود يبحث للناس كامله، ويشد الاخبار مع الناس كامله، قالوا حزب مغلق، يعني عشره رواقيش، وخارق الله قالوا هما، وخارق الله جابوا هما، وخارق الله حد جاي عن طريقهم هما، والناس تقرا فيها فظمه. نختار نقول لكم اعلنكم، اعلنتوا على روسكم حرب، يا قال ما يظلموكم، قال كامل لا نقولوا واضح، وجاي مولي لا من عندكم، اللي احنا اللي نقولوا لا من عندكم انتم، بين انتم الحزب كامل متضايق بيناتو، شفت الحزب ما فيه اثنين اصحاب، حزب الاتحاد الجمهوريه ما فيه اثنين اصحاب، وهذا من الامور اللي قلنا القزواني اللي عدته لعبد العزيز حابسه على انه فاسد وانه سرق فالت موريتان، فتت عنك الحزيب، هذا الحزب معدل ولا عبد العزيز، وذا اللي فيه كان معه عبد العزيز، وكان يصفق معه عبد العزيز، وكانوا يسجدوا لعبد العزيز، حل عنك الحزيب، وحل عنك البرلمان، وحل عنك العمد، خليك تصلح موريتان، وانقرف الناس الصالحه، يا غالي انت متمسك بالحزب، متمسك بالنواب، متمسك بنفس العمد، متمسك بنفس الشخصيات، وهامك تبني بموريتان، هذا ما يصح. هذا ما يصح. موريتان حد لا يبني يعود اولا خايف من مولانا، ثانيا يعود مؤمن باللي قال الوطن، وهذا انا ماني مشكك عن رئيس الجمهوريه، خايف من الله ومؤمن بالوطن. يا قير الطريق تقابل ما هي طريق بناء موريتان، موريتان ما تثبت الناس ما يتحدى رضاها كامله، وحد يدو رضاء الناس لا يبقى قاعد وحده، لان الموريتاني ما يقر فيهم الخير، هذا نقول لكم انا سلو الحباله، الموريتان ما يقر فيهم الخير نهائيا، وانتم تعرفوه، وخرسوا العدل لعبد العزيز، وعدلوا المعاويه، وعدلوا لعلي يرحمه، وعدلوا السيد الشيخ عبد الله يرحمه، ودور عدلهم القزواني ما يقر فيهم الخير. اهل موريتان ما يقر فيهم الخير، خاصة اللي قالوا الساسة منهم السياسيين ما يقر فيهم الخير. هذا يلا يعود الرئيس يعرفه ويعرف عن الموت، لا كط 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 يبطيها عني وعنكم كاملين، ويلا يجي لمولانا مسقم، وجيت لموريتان وقلت لنا عنك ما انا جاي دول فالله، ولا جاي قابلك سوق القصر الرئاسي، واحنا نعرفه وجد علينا، يا غير الطريق اللي قابل حالا ما هي طريق صالحة. الدولة ما تقد تبتنا بالمفسدين، ولا تقد تبتنا بالناس اللي كانت تسرق مع عزيز، والناس اللي كانت تسرق مع المرحمة الاثنين يرحمهم ان شاء الله، ولا تقد تسرق تثبتنا بالناس اللي كانت تسرق مع معاوية، ولا لا نفس 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 الخلطة. هذا بالغ اخترت نقول لكم واخترتكم تسمعون، ورجعت هون لا اياك الله رياس من الحقائق، يقال هذا اللي ما معناه يفسروا وحدين عن الحبال اللي معارض الرئيس، ماني معارضه وماشي معاه، قال لي يقبل الطريق الصحيح، ولين يقبل الطريق اللي راح علينا في ذاك حاله، ما هي طريق، والظلم موريتاني ملانه من الظلم في جميع القطاعات، فيها الظلم والتهميش والتزوير والرشوه والمحسوبيه، وهذا اللي مطرطق على حاله من خزو، انا ما قد شفته في تاريخ موريتان، على جميع مولي اشكاله، جميع اشكاله. الوزير بعد كان خايف، لارك ما في وزير خايف، ما هو خايف، بالعكس الوزراء يجوقوا في الرئيس، حد يسمع خطاباتهم وحد يسمع كلامهم يعرف عنهم يجوقوا، حاسين عنهم ما هم خايفين، وهذا غلط، الرئيس الله يعود مخيوف منه، ويالله يعود مطموع فيه، لأن هذا ولي أمر المؤمنين، ويالله يعود مخيوف منه، يا غالي نعود لك الوزير ماشي هو إياه، لكن ما هو صالح، ولا ويالله، وتوف ونختار نقول لكم عن الشعب الموريتاني اليوم. اكبر مشكله جابرها للي قالوا الاسعار، ما هات لحد قاعد يشري شيء، والله الاسعار والله اللي هي، ما هات لحد قاعد يشري شيء، ما هات لحد قاعد يشري شيء، وللي قالوا الدواء الطب الموريتاني ما هو خالي، وللي قالوا الطرق متهالكه، والاخرين ما زلنا جايينهم، وتو بالغ تنقول لكم، وبدايه وتو نبدا معاكم،
وتوف وراجع ان شاء الله عن اللي قلت تعود سمعته الناس وعلينا ما يقدر صح ادريس عماد. والله بعد سنتين ونص واحنا ما زلنا في نفس الحزه. انا ما نتكلم عن المشاريع الوهميه، المشاريع الوهميه انا ما نتكلم عنها، بي اللي حد قد تلبس موريتانيا اللي تقدر وسمعها وقام عيني يشك عليه انه في امريك والله انه فرنسا ما يشك عنه موريتان. قال انت اسمع لي لاعه وتوخى داره لك، هو انت محبط ومصاب بالكآبه لانك انت ما تقدر تعود مواطن وتوخى من عندها لك وتم لا نكبه في نكبه نكبه في نكبه، ولا تقيس بليده ما ظلمت فيها، ما تقيس بليده ما ظلموك. يلاقس وزاره تنظلم، يلاقس اداره تنظلم، ما فيه بلاصه تقدر تقيسها، وهذا متناقض مع تعليمات الرئيس. يا غير ما هم معدلينها، هذه مده اللي طبت عليه ودمقتها ماشيه على وثقافتها ذي هي، وتو خرص صورك ودان، ناس كامله راهي خرطت قايسه ودان. وهذا راني لكم انا من الناس اللي زياره الرئيس فروسو هي اللي كنت جبرتو، كان لا يسمع لي بشور يسمعون قريب ويسمع ياسر اخر ما بتقتو. يا قال للاسف ما يقدر ينجبر، لان الناس اللي محيطه بالرئيس بين قوسين الناس اللي محيطه الا من رحم الله ما تبقي قاعد حد يجبره، ولا تبقي حد يطرح له مشكله، ولا تبقي حد يقول له عن الطب ما هو خارج. ثم حاجة لكم زيارة عدلها الوزير الفاشل، وزير الصحة الكيفة، والله والله هي كيفة والله العيون. قال لي رجاج اتصل علي ساعة أنا في أمريك وقال لي عن الجهاز اللي جابوا له، عنه ما هو جهاز الطب، عنه كارين وياك ينعتوا الوزير. ما قال الوزير ايش قاعدين فيه؟ هو الوزير قاعد يروح خارج ما عباس. احنا عندنا وزراء ان قالوا وزراء بالفعل، ما هم وزراء ان قالوا وزراء بالفعل، ولا هم وزارة ما هم وزارة، وزير ما هو مهمة عنده حياة المواطن ومنفتح للمواطنين وفاتح مكتبه اللي قد يفتح من الناس، وإنسان يحس بالفقير ويحس بالضعيف وخايف من ولانا، هذا ما هو وزير. أيوة إيش قال قاع وزير بلا شخصية وبلا كاريزما، ولا يقدر يقول خطاب صالح، ولا يقدر يتكلم قدام الناس، ولا يقدر يقبل قرار، هذا ما هو وزير. هذا قال وزير بالفعل شطار هو مولانا، يا قال ما هو وزير، هذا باطل. لا نموذج قلت لكم، وللاسف اللي قال المعارضه موريتان قرطاني انا والباقي فيا عن الشعب الموريتاني، للاسف ما يكسح وما يسمحوا لي نقولها لكم. هذه المعارضه بعدين تعدل الصبح مهرجان وتعود هي نافه وتعيط لوحدين فم يدرجوها. هذه المعارضه اللي كانت فيها نقطة دم والله فيهم أحرار مولانا، ما تلاقوا يدخلوا السياسة، حد ما وقف مع الشعب الموريتاني في هذه الفترة، الفترة حالا اللي له سنتين ما تلاقوا يقف معاه. أما هذا شنو قالوا؟ التغزل بين حزب الصواب وحزب الاتحاد من الجمهورية، هذا لا الفيافي لا ذاك. حزب الاتحاد من الجمهورية ثم تعرفوه وتعرفوا مشاكله وتعرفوا اللي عنده من فيه من الشيء ما ينفع، وفيه من الظلم، وفي من ياسر ما ينفع. ولا عاد حزب تواصل اللي شاكين عنهم عندهم اتصال مولانا، مولانا ما يخرص اللحيه ولا يخرص التسبيح، مولانا يخرص القلوب، هي اللي خرص مولانا، ويحاسب العبد على قلبه وعلى نيته، ما يحاسب انك تمربي ولا عترس بلحيته. والتسبيح مع الافضل تقول فيه شنو؟ تقعد قاعد تخطئ الى دميه، وتقعد بعض قاعد انت تخطئ على راسك، ما هو عباره عن شيء. يقال هذا لا من اللي نقول لكم حزب تواصل، تو قاعد كنتوا لا تغيروا منكر، والله تغيروا الشيء اللي عاد صالح حق عندكم، ما يعود زعيمكم اللي هو زعيم المعارضه، للاسف سمحوا لي نقولوا محكوم عنده فيلم جنسي، هو مازال في نفس مازال في الحزب ومازال يقعد يعيطوا له ويقعدوا حلاه. هذا لا دليل عليكم تقولوا لا، هذا القلب ما في شيء ما فهمش. قال احنا اعمالكم ما تعنينا، احنا يعنينا الوطن والشركاء في الوطن وهاي الثروه اللي في الوطن، وينكم انتم؟ انتم لا باتكم ما تدافعون، حتى احنا باتنا ماتوا هون يدافعوا، واماتنا ماتوا وجدودنا دعوه لا قطمات لنا جد والله جده والله روايه خابطه نصراني بمدفع لا نعبد لا كيفتكم؟ لا نعبد لا كيفتكم؟ معكم زايدين علينا بشي؟
الا انتم ابناء الوطن، انتم اللي حقق لكم، انتم تعودوا تعينوا اولادكم وتقدموا تبقوا. لا يا مولي قلت مروايه قال قالوا وزير الثقافه هذا الجديد اللي اعطيناه فرصه كنا لا نحسبوا له، لاك عندنا مجلد لا نوخذوه له ولا نوخذوا له كامل وياك يقبض، مازلنا جايينه هو ذا اللي يقعد ذاك ويخزي بالشعب الموريتاني ويكذب على الشعب الموريتاني ويقارض الشعب الموريتاني ويقارض دور. ان شاء الله نجاوبك انا الى تبرد الاخلاق ولا يهم اللي نتلبك، لا نتلبك للجماعه الاخرى اللي هم الوزراء الفاشلين. احنا بلانا مولانا بعده اعضاء في الحكومه خير منها شي ما هو خارج، ما هم خارجين، ما هم وزراء للاسف راهو تلبهم معناها على انه لا يعرفهم اللي قال ما انا لا نفتروا على الله كذبا واذا كان بالله يعطوه بلدي يا عاد الصحه لا يعطوه لكم بلدي لا بلا طباء الاطباء والمرضى ولا عاد النقل لا يعطوه لكم لا بالطرق وتاكسيات ولبيسيات ويا كامل اللي يعني هو ولا عاد بالتجاره لا يعطوه لكم لا بالاسعار والمرص ويا كامل هذا كله لا يعطوه الثقافه ندور نعرفوا ذاك اللي لا ينعدلوا له ندور نوقفوهم اللي زادوا عند حد بمن تبيض بيض ما تينا قابل حد كبير الشعب الموريتاني هاي والله يعد واضح لكم. والرئيس الله اللي عن هذه السنة المقبلة هي آخر فرصة عنده للتصحيح وإلا نختار نقوله عن الشعب الموريتاني. أنا نعرف واحدين كانوا معه القزواني وكانوا ماشيين معاه اليوم ما تلاقوا مستعدين يسمعوا الاسم، ما تلاقوا مستعدين يسمعوا قزواني. قلت لهم ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ حتى قبضتوا هذه القرارات؟ قالوا لي لا 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 اسكت عنه لا تتكلم عنه قاعد الموضوع. احنا للاسف حصل من الامريكا لا كذا كذا، الناس عاد محبطه وهذا هو اللي ما هو صالح ولا هو يا الله. احنا نعود ماشيين من فترات موريتانيا دخلت في المشاكل وتوافقنا كاملين وجبرنا راجل وسميناه الاجماع الوطني وعدلنا ياسر من هذا نعقب نمشي بنفس السكه نفس السكه ونيت يوظف موظف يتم يلود ينبش ينبش هو اضعف رجال واقلها شخصيه واكذبها واكثرها احتقال للمواطنين يندار وزير. هذا ما يقبلوا حد ما يقبلوا ولا عاد اللي لا اللي تكلم ينحبس روايه عاديه مولي الى نحبسنا ما فهمش كبار من قدو ما فهمش كبار من قدو. درك نختار نوجه رساله للمدونين وللصحافه وللناس كامله عن يا الله يعود اهم شيء عندنا هو النهوض بالدوله الموريتانيه والوقوف مع المواطن البسيط. موريتاني انت ماشي المشي ما تلاقي حد قاعد يشري مبراية لانك انت تعود لاسعار طالعه وانت ما تشتغل قاع معناه انك عندك مسالتين اما تعود لها تجن وتفسخ لباسك وهذا معناته عن موريتانيا تعود فيها خلال سنه قريب من 12000 مجنون والله مولي تعود هامك تمشي وتمتئ تعدل تسرق وتقتل وتعدل كامل وهذا مولي لا جرنا مشكله ودوني منها البارح هاي الدونية هون عند الصكوك هذه امرأة شارية سيارة رباعية نقزت منها مكينها شراتها راعيها دور ذاك قلت صنت لي والله حد من هنا جاها واحد مد فيها مدفع مد فيها مدفع وقال وقاع الجيران عنه خباط عمارة وقلع منها الوتو ماشي بها. هذا البارح الدونية ولا فات الى حد الساعة اشتدت اخبارها الين يعود الرجال عاد يقول الوتات مكركبات منع عن هذا قضيه خطيره ولا يلا نسكت عليها ولا يلا نسكت عليها به اللي هذا يجر ياسر من يجر ياسر الدوله تعود ما هي خارقه وتعود مراقبه كامل وتعود حتى الباتيك ما يحترموا الدوله الباتيك ما يحترموا القوانين كل بوتيك عنده تسعيره لاك يبيع سكر ب 420 لاك ب 410 لاك ب 400 لا فوضى شنو احنا في دولة وقامت لنا قاعك فرتونة ثانية هون قامت لنا قاعك حالة فرتونة ثانية هون المعلمين والمعلمين ما يسمع
وهذا الشيخ وهذا ولي، هاي القضية مولي يلا توقف عند حدها، ودور مولي نقولوا فيها ذاك اللي ظاهر ناقر ما هو ظاهر، قضية المعلمين وقضية هذا الولي الصالح، لا دورنا إن شاء الله مولي نقولوا في ذاك اللي ونوجه رسالة لبعض الشخصيات، فهم منهم الأخت النائبة المحترمة سعداني خيضور، دور مولي يوجه لي رسالة مع كامل الاحترام لها، يقارن مولي خارج من الأمور، عندنا شي نوحلو فيه أهم من هذا، أهم من ذا. المعلمين شريحة زينة وكبيرة، وشريحة من إيش ما نقدر نقول عنها من أشبه الشرائح، يعني ما في شريحة قاع خير من الشريحة، يا غير بعد مسالمة واحلة فهمها، ولا فيها قاع عيب ولا فيها إعلام، غير مولي حد ما يعدل بها السياسة ولا يعدل بها رواية، هذا شيء باني قال كلمة وصوروا واحد وقاعد تصوير ما يعرفه ورواية ما يكبر من قدها، ولا يعدل حد منها رواية، واعتذر مولي وقدم اعتذاره، والمعلمين قاع ما فيهم علامة من شبه الناس ومن قراها ومن خوفها من مولانا واكثرها وطنيه، ولا يلا قاعد فيهم قال تعدال السياسه بيهم، هذا هو اللي جاي من شور برامه، هذا فوضى وشي من هونس يا ذا مات له خالي، عندكم اللي تركزوا عليه عرفوا عند اللي مشي ماشيين حالا، يلا نعودوا نقيمين العياض كاملين ونطلبوا كاملين عن الرئيس يلا يتدخل عن الامور، ما قاعده تنصبر ولا قاعده تطاق، يلا يتدخل ويعدل استراتيجيه جديده، ويلا يقيل عنه حد كامل فاشل وحد كامل ما قد يعدل شيء، يلا يقيله ويجيب له بديل، ياك نقدو نتقدمو وياك نقدو هذا، اما اللي يشتغل بذاك حاله كامل 70 منه في المية بلا فايده. وشوف وراني موجه تحيه للجاليه الموريتانيه في امريك خاصه فيدلفيا ونيويورك وواشنطن دي سي وذيك بعض الجماعات كامله والجاليه قاع كامله، وسلم عليهم وشاكر لوك الشباب كاملين اللي جزاهم الله خيرا يحترمونا ويقدرونا، وحنا مولي كذلك نحترمهم ونقدروهم، وتوف هذا لا موجز وتوف جزء، ياك نسلموا عليكم ونقول لكم عنا رجعنا ان شاء الله وانا لاهينا نواكبوا اللي كنا ماشيين عليه، وعن نعرفوا عنهم قدر من الحالات اللي ما هي جابره حد يسول عنها، كامل دور ينتق لكم باذن الله تعالى، يا كامل هدفنا منه الدار اصلاح، وعنا ان شاء الله يجعل مولانا هذا في ميزان حسناتنا وتنحل مشاكل هاي الدوله، ونعرفوا عن مشاكل الناس اللي نقيسوا احنا عن الرئيس ما هو عالم بيها ولا فيدو اخبارها، بيدي احنا ما قد نعودوا في دوله المواطنين ظلوا ما تقدا وباتوا ما تعشى، واحنا قابلين 40 مليون 40 مليون ولا 20 مليون عاطين هذا جدعه من سينيغال جاية كاسية عارية تترصى لي هوك ولا كيف ما نعرف كيفاش نعطيها 20 مليون وإحنا عندنا المرضى وعندنا هذا، وهذا بديهي، ثم حاجة لكم لاد من شهر دبي اللي عندها حالة 6 أشهر مفتوح حالها، مشات بها كاملين ومشات بقرى باينها ومشات بخلقها، وراه هو عايش شو الإمارات على ظهر الخزانة العامة للدولة الموريتانية فيهم 6 أشهر عايشين فهم، وجابت واحدة مساحة العاش وسقات من الخمر وسقات من الكام، قال هذا سبب هلاك الأمم ينيت يهلكها مولانا، يرسل عليها إذا أراد الله أن يهلك قوما يرسل عليهم مترافين، والله زاد الناس اللي تعود ما تندار فيها المسؤولية وهي ما سفازة تندار فيها المسؤولية وهي ما يقدر المسؤولية، وتو هذا هو اللي خلقنا احنا للاسف، هو اللي انهلكت به الامم الثانيه، يا قال يا الله يعود في مدد تقول عن هذا منكر وعنه ما هو صالح، قال كلها ساكت به اللي كلها جابر الواي طايح حاله وساكت فمه، وللاسف سياني به العالم والجاهل وهذا، وهذا ما نراجع ان شاء الله عن اللي يخلق موريتان نعود عنه ما نتناهون عن منكر مد عدله منكر، يا الله تتوعظ منه كامله وتتبرع منه، هذا هو اللي وساكم حالا زمن الشتاء ناس كامله عند البرد موريتانيا وزاد عند الحمار، وزمن الحمان يجيكم شوي من البرد، وزمن الربيع معناتها تجيكم السحاب، هذا راه واركم، ني تخرصوش تبطنوا فيه، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وابتلاكم بمدة تسوؤكم سوء العذاب ليلا ونهارا. جارنا الله وإياكم إن شاء الله من 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 أنواع البلاء وأنواع عذاب الله سبحانه وتعالى، راه واركم الله قد يعذبك ما هو بالنار، قد يعذبك بياسر مشي، يعذبك في الدنيا ما تجبر قدرهم مونك تمشي عليه، يعذبك في الدنيا ما تجبر إدارة عدل لك اللي الدور. يعذبك في الدنيا ما تجبر عينك ما تشوف منتزه ما حدك ذي الدولة،
ويعلمك في الدنيا ما تشوف استاذ ما حدك في هاي الدوله، ويعلمك في الدنيا ما تشوف عماره زينه في بلدك. فم ياسر من طرق العذاب اللي عذبك بها مولانا في الدنيا ولين تموت مولي، لكن من فم ما تلا يعرف حد قال لي يخلي لك شنو. وانا قطعا عايش في الشعب الموريتاني، لا ماء ولا مرعى ولا صحه ولا تعليم. ايام التشاوريه للتعليم قط سمعته مدة معدل التعليم، ايام تشاوريه تنصبح بالمشوي وتقدم مارو وتعشب كسكس ونطرحوا لنا الفروي. التعليم ني التعليم ما ينحل منه يقال هذا، لا من اللي نقول لكم الاسراف والفساد واكل المال العام ينتكل لا بالطريقه اللي هي مده واحده في التعليم، ولا تطرح مشاكل التعليم هي قاع مده ليش جمع من العاشره الى الرابعه قعدت العاشره اونزين طرح لي المشوي لا توفى منه الوحده، الثالثه يطرح مارو بسمتي، الرابعه لا ينطرح الفروي قاع ما جبر الوقت النقاش. هذا هو اللي خلي في ايام التشاوريه للتعليم يقال هذا لا اله الا الله وانا اليه راجعون. اقول قولي واستغفر الله ان شاء الله وراجع عن مولانا عنه يهدينا كاملين، وعنه يصلح ولاة امورنا ان شاء الله، وعنه يصلح لنا هذا الرئيس ويعنه ان شاء الله يصند اللي نقول له ويعرف عنه. والله ما نريد بهذا الا تقدم البلد وامن واستقرار البلد سابق. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما نعرف الا يخلق شنو، لان المواطنين الين يجوعوا ما تلا حد يعرف الا يخلق شنو. والكارثة عن تخلق مسألة ولا تخلق قضية من الصعب تلا توقف، هذا حد يديره في الحسبان ويعرف عن الفقراء ما يقدوا يتموا نتموا احنا نقاطعوا لك رعينا ويتموا واحدين ثاني نعرفوا عنهم ما هم اشبه منا ولا هم خير منا. لا يمكن يعطيكم معلومة ثانية، نواكشوط اليوم بعد دخلت 40 فيويت من هذه الفيويتات الجدد اللي ما زالت لا في الخارج، بعد دخلت منها 40 هنا تياها 40 اللي هي فيويت هذه 2022 قاعد اللي ما بعد دخلت اللي سيارة واحدة ب 40 مليون، بعد دخلت منها هنا 40. وهذا العادي يدل على شيء، يدل على اللي نقول لكم، لأن عندنا لا نرجعوا الزمن ما قبل معاوية والطايع والسيارات ياسر باطل مشي وتوف هذا باطل تنقول لكم. واسمحوا لي لعل نعود شنشت شوي والله وراجي ان شاء الله وراجي من المواطنين والله من الشباب اللي يحسوا بالغير على الوطن عنهم يدعموني ويوقفوا معايا في الله ينعدل ويساندوني ويخلوني من ذيك الامور الاخرى اللي الحقيقه ما صايبين لها وانا قاع ماني ما هي ماني عاطي اهميه حتى. وتوف واحدين ابتلاهم اللهم واللي هو زاد بهذا النوع من الامور، واحلين لا يخطى على الناس ودعوا شنو تفيت فيت الاحمر. هذا احنا عندنا مساله بقاء او حياه، احنا مواطن كان يساع يدور قدرون ويدور طارق مواطن عايز يدور لا شيء ياكلو توف، احنا ندور لا شيء ناكلو. السلام عليكم ورحمه الله.